بقول ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي كلها، يعني أول بطولات الكرة الطائرة للرجال السنة دي. الحمد لله يمكن الفريق قطع 90% من مشوار بطولة الدوري، وأعتقد إن هو كان يعني بقى قاب قوسين أو أدنى للدرع إن احنا نحتفظ بيه، إلى جانب طبعا فريق كرة الطائرة دلوقتي بيستعد للسفر الليلة دي بإذن الله عشان يسافر في معسكره بولندا استعدادا لبطولة أفريقيا. فبنتمنى الفريق كل توفيق بإذن الله. أول امبارح في افتتاح بطولة أفريقيا للكرة الطائرة كان وجود مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي ونائبه وأمين الصندوق وبقية الأعضاء، كل المجلس كان موجود. امبارح في نهائي الباسكت برضو أعضاء مجلس الإدارة كانوا متواجدين، فدي يعني سمة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، دعم فرق الرياضية في كل مكان وتقديم التسهيلات كلها والتدعيمات ليها علشان تقدر تفوز بهذه البطولات، فكل التوفيق لجميع فرق النادي.